السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة من الفيديوهات المميزة ان شاء الله، هنتكلم فيه عن فيروسات الحاسب الآلي. تمام، طبعا على حس كورونا واللي عملته فينا كورونا، فيروس كورونا، ففكرت في الموضوع بشكل مختلف. الفيروسات بقالها سنين عاملة ايه فينا ومبهدلانا، بس في ايه؟ في التكنولوجيا وفي الكمبيوتر. الفيروس عموما زي ما في فيروس بيصيب الانسان وبيدهور صحته وقد يؤدي الى الوفاة، نفس القصة في فيروسات هتبهدل جهاز الكمبيوتر بتاعك وقد تؤدي ايضا الى الوفاة. ازاي الوفاة؟ ايه هو الكمبيوتر هيموت؟ لا، الكمبيوتر مش هيموت، بس الكمبيوتر هيبوظ. ممكن الفيروس دوت يتسبب في تلف الهارد، او ممكن تلف نظام التشغيل، او تلف الجهاز كله. تمام، حبيت اعمل لكم الفيديو دوت عن الفيروسات ومشتقات الفيروسات واللي عملته فينا الفيروسات. تمام، فيلا بينا بعد الانترو نشوف ايه اللي حصل من الفيروسات. ورجعنا لكم. اول حاجة هنتكلم عنها ايه هو الفيروس. الفيروس ده بيبقى عبارة عن برنامج كمبيوتر بيحتاج لحاجة اسمها هوست، او حاجة اسمها حاضن بالعربي، عشان يقدر يشتغل. طيب مين اللي بيعمل الفيروس ده؟ هل بيبقى هو بينشئ نفسه كده؟ لا، الفيروس ده اللي بتعمله مبرمجين. يعني انا هو دلوقتي مثلا راجل مبرمج وعايز اعمل فيروس لان في واحد تعبني وانا زعلان منه ومتضايق منه وعايز ابهدله الجهاز بتاعه، فاعمل ايه؟ اروح ابرمج له برنامج صغير كده عبارة عن فيروسات، احطه بيبقى عبارة عن مجموعة اكواد برمجية. تمام، وابعته له بقى في صورة ملف عادي، في رسالة بريد الكتروني، في اي حاجة ايا كانت الطريقة اللي هنتكلم عنها لسه دلوقتي. ومجرد هو ما يشغله او يشغل البرنامج اللي انا بعته له ده، اللي هو الحاضن يعتبر بتاعه، هيبدأ زي ما انا بعمل له خواص. ممكن اكون عامل له خواص ان هو يمسح له الداتا بتاعته اللي على الجهاز كله، ممكن يكون عامل له خواص ان هو يضرب له الهارد خالص. تمام، فالفيروس ده بيبقى عبارة عن برنامج يقوم بإنشاؤه مبرمج، وهو بيبقى برنامج أو بنسميها كده برامج خبيثة. تمام، فمجرد ما بيشتغل عندك خلاص كده على حسب خواصه يعني. تمام، طيب ايه هي خواص الفيروس ده؟ الفيروس اول حاجة فيه ان هو برنامج قادر على التناسخ. يعني انت لو مجرد لو نزل عندك على الجهاز، زي مثلا انت بتسمع عن حاجه اسمها شورت كات، صح؟ تلاقيه مجرد ما تحط ينزل عندك او الجهاز بتاعك يصاب بالشورت كات ده او النورتون، تلاقيه بدا ينتشر في ملف كده، تلاقيه منتشر في كل ما تخش في اي مكان، في فولدر، في بارتيشن، في اي حاجه في الهارد عندك او على الجهاز عندك، تلاقي نفس اسم الملف بشكل كده غريب كده، وتلاقيه مش ظاهر قوي، تلاقيه ظاهر عندك. تمام، موجود عندك في اي ملف تخش. يبقى اول حاجه ان هو من خواصه ان هو برنامج قادر على التناسب. تمام، او بينتشر بسرعه. تمام، تاني حاجه ان الفيروس بيربط نفسه زي ما لسه كنت بقول ببرنامج تاني اسمه برنامج الحاضن او هوست. تمام، واللي عن طريقه بيبدا يشتغل كويس او ينفذ المهمه بتاعته. تمام، تالت حاجه من الخواص بتاعته ان هو الفيروس نفسه ما بينشئش نفسه بنفسه، زي ما قلنا ان البرنامج المبرمج هو اللي بينشئ الفيروس بتاعه. طيب الحاجة اللي بعد كده ان الفيروس لو انا جهازي سليم واخدت منك فلاشة عليها مثلا برنامج او ملف او فيلم او اي ملف خدته منك على فلاشة ونقلته عندي على الجهاز بتاعي، خلاص الجهاز بتاعي كمان اتصاب من الجهاز بتاعك. يعني احنا في كورونا الايام دي لما واحد مصاب يخالط اي حد ما مش مصاب، فخلاص بقى التاني خلاص بيقول لك ايه، طالما خالطته يبقى انت كده اكيد اتصبت منه. فنفس القصه، طالما انا اخدت منك ملف وانت الجهاز بتاعك مش سليم، خلاص انا كمان اتصبت معاك. تمام، طيب حاجه كمان، هل الفيروس ممكن يبقى موجود عندك مختفي انت مش شايفه؟ ممكن يبقى موجود عندك، يعني ايه؟ عنده خاصيه كده ان هو ايه، ممكن ايه، يخفي نفسه. تمام، طيب حاجه كمان مهمه، ايه هي الوقايه بتاعتي من الفيروسات؟ انا ممكن اعمل ايه عشان اقي نفسي من الفيروسات؟ ابعد عن الاجهزه اللي فيها فيروسات. يعني لو هتاخد حاجه من حد بفلاشه، اتاكد ان الجهاز بتاعه نظيف والفلاشه نفسها نظيفه. لو هتفتح مواقع على الانترنت،
تأكد انك عندك نسخة برنامج انتي فيروس، واللي هنتكلم عنهم برامج الانتي فيروس كمان شوية، تأكد ان يكون عندك نسخة برامج انتي فيروس او برنامج انتي فيروس كويس وقوي يحمي جهازك من اي حاجة ممكن تنزل لك من على المواقع اللي انت تدخلها، خصوصا المواقع مجهولة المصدر، يعني المواقع الحكومية والمواقع اللي احنا عارفينها دي خلاص ما فيهاش مشكلة. انما في مواقع لو انت بتعمل سيرش عن اي معلومة وهتخش في مواقع مجهولة، يبقى اعمل حسابك انك تحمي جهازك كويس ببرنامج انتي فيروس. لو اتبعتت لك رسالة بريد الكتروني من شخص مجهول بالنسبة لك او شخص انت مش عايز تتعامل معاه، ابعد عن رسائل البريد الالكتروني اللي هيبعتها لك، لان وارد جدا يكون بعت لك فيروس او هاكر او اي حاجة في رسالة البريد الالكتروني ده. تمام؟ فعل الجدار الناري عندك على الجهاز بتاعك، الجدار الناري او الفاير وول اللي هو بيحمي جهازك من الفيروسات ومن الاختراقات. تمام؟ زي جدار حاجة بتحمي الجهاز بتاعك، ودي دايما بتبقى موجودة في نظام التشغيل بتاعك او الويندوز بتاعك. تمام؟ لو هتنزل اي برامج او اي افلام او اي حاجة، نزلها من مواقع موثوقة، يعني ما تخشش في اي مواقع مجهولة المصدر، لان غالبا بيبقى فيها فيروسات وبتنزل اوتوماتيك كده على الجهاز مجرد انت ما بتخش في الموقع ده. تمام؟ طيب ايه هي طرق انتشار الفيروس؟ الفيروس بينتشر ازاي؟ احنا قلنا طرق انتشار الفيروس هي نفس الطرق اللي كنا لسه بنتكلم عنها. طرق انتشار الفيروس يا اما عن طريق رسالة بريد الكتروني، يا اما عن طريق فلاشة، يا اما عن طريق المواقع اللي انت بتحمل من عليه. طيب ايه هي الاعراض اللي ممكن تصيب الجهاز بتاعي لما يتصاب بالفيروس ده؟ الاعراض بتاعتي بتلاحظ طبعا ناس كتيرة مننا بجهازها اللي دايما واخد باله من الجهاز بتاعه، هيلاقي ان الجهاز فيه بطء شديد، هيلاقي بتظهر له رسائل خطأ كتير ملهاش اي معنى، هيلاقي ان ممكن تلاقي فيه ويندو او فولدر او ملف او برنامج يفتح لوحده كده، وارد جدا. هتلاقي طبعا زي ما بنقول الجهاز تقيل جدا. تمام؟ ممكن كمان تلاقي ان الجهاز عموما كل سلوكه تلاقيه مختلف كده خالص، يبقى بطء شديد، بيفتح لك او سلوك مختلف او سلوك غريب ان هو بيفتح ملفات وبرامج لوحده. زي ما بنقول الجهاز ممكن تلاقي تلف تام في الهارد او في الجهاز عموما. تمام؟ دي الاعراض بتاعت الجهاز بتاعك، عشان ناس كتير بتشتكي يقول لك الجهاز بتاعي تقيل جدا، الجهاز بتاعي بيطلع لي رسائل خطأ كتير. تمام؟ فناخد بالنا من الحاجات دي. تمام؟ طيب انا احمي جهازي ازاي؟ زي ما احنا لسه كنا بنقول، ابعد عن المواقع الغير موثوق فيها، استخدم فلاشات نظيفة واجهزة نظيفة. لو جالك رسائل البريد الالكتروني لازم تبقى واثق من الرسالة اللي مبعوتها لك ديت، او الشخص اللي بعتها لك مين. تمام؟ الحاجة المهمة ان يكون عندك برنامج انتي فيروس كويس جدا جدا على الجهاز ومتفعل، مش مجرد ان هو محطوط كده وخلاص. يبقى والحاجه اللي بعد كده طبعا الجدار الناري اللي احنا لسه كنا بنقول عليه. طيب ايه هي برامج الانتي فيروس اللي موجوده عندي؟ برامج الانتي فيروس هديكم مثال لخمس برامج مهمين ممكن تستخدمهم عندك على برنامج الانتي فيروس بتاعك. تمام؟ اول حاجه برنامج الباندا فري انتي فيروس. البرنامج ده من افضل برامج الفيروسات المجانية، وبرنامج خفيف وامن وسهل الاستخدام، ممكن تستخدمه في ايا كان انت يعني خبرتك ايه في الكمبيوتر، فممكن تستخدمه سهل جدا، ويعني تقريبا بيتحدث باستمرار. وانا البرامج اللي بكلمك عليه ديت متحدثة اخر تحديث ليها 2020 يعني. تمام؟ عفوا. فهتلاقي قاعدة البيانات، بالمناسبة معنى ان هو يحدث برنامج انتي فيروس ان هو بيحدث قاعدة البيانات بتاعته للأكواد البرمجية اللي ممكن يتعامل عليها فيروسات. تمام؟ فهو دايما بيضيف الجديد، دايما في مع التحديث الجديد بيضيف الأكواد البرمجية الجديدة اللي ممكن يبقى فيها انتي فيروس. تمام؟ فهو هتلاقيه متحدث معاك وهتلاقيه شغال معاك وبيشغل لك خدمة الـ VPN. تمام؟ كويس. طيب ده برنامج الباندا اول واحد. في برنامج تاني عندي اسمه افيرا فري انتي فيروس، برضه برنامج مجاني وبرنامج امن جدا واستخدامه سهل جدا للفيروسات. تمام؟ وان شاء الله هحاول اسيب لكم اللينكات بتاعه البرامج ديت تحت الفيديو في الوصف ان شاء الله. تمام؟ برنامج تقنيه الحمايه من الفيروسات الاسطوريه التي صممتها شركه افيرا الالمانيه. شركه افيرا الالمانيه ديت هي اللي انشات برنامج افيرا انتي فيروس وعاملاه كمان نسخه منه
فري تمام، وشركه رائده يعني في مجال البرامج الكمبيوتر تمام. طيب في برنامج كمان عندنا مهم وهو برنامج نود، الاست نود، اللي برنامج اللي هو تلاقيه الشكل بتاعه دوت اللي عامل شبه الراجل الذكاء الاصطناعي او الروبوت الانسان الالي تمام. فبرنامج كويس جدا وانا شخصيا بستخدمه، حلو جدا 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 جدا، المهم تفعله وهسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله تحت البرنامج ده. البرنامج الرابع والبرنامج الخامس معانا برنامج افاست. برنامج افاست طبعا برنامج شهير واغلب الناس بتستخدمه وعارفاه تمام، الافيرا والافاست من البرامج اللي الناس عارفاها يعني تمام. وبرضه برنامج هتلاقي النسخه مجانيه منه وتفعله وبيشتغل ومعاك جميل جدا وبيتحدث باستمرار، يعني اخر تحديث ليه برضه 2020 هيشتغل معاك كويس جدا وجميل جدا تمام. في برنامج كمان مكافي وفي نورثون وفي برامج كتير يعني، بس انا ايه عملت لكم فوكس كده على الخمس برامج دول، لو استخدمناهم هيبقى الموضوع معانا سلس. استخدم برنامج واحد منهم يعني عشان ما حدش يروح ينزل خمس برامج يعني تمام، اي برنامج واحد كفيل ان هو يحمي جهازك من اي فيروسات تبقى موجوده عندك تمام. وبكده نبقى انتهينا من شرح الفيروسات. على ذكر الفيروسات، على ذكر فيروس كورونا، فقلنا نعمل لكم الفيديو دوت عن فيروسات الكمبيوتر تمام. الناس اللي متابعه كمبيوتر والناس اللي ليها في الكمبيوتر هتبقى عارفه ان الفيروسات دي ممكن تبهدل لك الدنيا بشكل يزعجك يعني تمام. وفي النهايه بقول لكم سلام عليكم، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وشير ولايك للفيديو دوت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.